السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا محمد بكم في فيديو جديد على قناة مستر زراعي لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة زراعة شجرة الجوافة في حديقة المنزل. طبعا طريقة زراعة الجوافة سهلة جدا، أي حد يقدر إن هو يزرعها. طبعا أنا جايبها في كيس. في الخطوة الأولى هيتم إن احنا نحفر حفرة على قد الكيس أو أعمق من الكيس بحوالي 2 أو 3 سنتي زي كده. طبعا حفرت الحفرة قدامكم أهي. فطبعا الخطوة اللي بعديها هي ان انا اعين الكيس. دي اهم خطوة ليه؟ علشان انا وانا بعين الكيس لازم احافظ على التربة انها ما يحصلش فيها تهوية خالص، علشان لو اتهوت الجذور هيحصل لها تهوية وعمود المية اللي في الجذور هينزل والشجرة هتموت. طبعا هنظبطها في الاتجاه اللي احنا عايزينه. انا مثلا هظبطها عكس اتجاه الرياح، الميل بتاعها هخليه عكس اتجاه الرياح زي كده. وهيتم طبعا ان انا اردم حواليها زي كده. وحواليها بعد ما نردم كده نيجي ندق علشان نضغط كده علشان نفرغ الهواء حوالين الشجرة، نفرغ اكبر كمية هواء. وبعدين هيتم الري زي كده. طبعا هعمل لها حوض وبعدين هرويها زي كده. وطبعا حطيت لها دعامة علشان الشجرة مايلة، طبعا حطيت لها دعامة ولسه هربطها كده بس كده. ده كان فيديو النهاردة، طريقة زراعة شجرة الجوافة في حديقة المنزل. بس كده كان فيديو النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي دي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ستكون في كل فيديو ازرع في الدنيا ومثال الزراعة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نشهد ان لا نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.